طيب خلصنا مسحنا المكياج وحطينا مية الورد، صحينا تاني يوم الصبح ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا، هو تنظيف بشرة بالترمس. ترمس مطحون، ادي معلقة اتنين. بصوا هو المفروض انه الخلطة دي بيقولوا ان هي المفروض تبقى معلقة لبن بس انا هفهم، او يعني معلقة الاتنين بس انا هفهمكم ايه اللي هيحصل دلوقتي. اللي هيحصل ان انا هقوم عاملة كده اهو، لقيتيها معجنة منك يعني مش طرية، هي معجنتش مني هي اهي، بس لقيناها معجنة وعاملين ايه، تبتدي تضيفي نص في نص، نص معلقة لبن ونقلب تاني اهي اهي. هي كده المفروض شكلها اللي احنا نعمل بيه الماسك. انا عايزه اجيب ده، معلش اهو. فنقوم عاملين ايه على ايدي زي ما انتوا متعودين، خلاص المفروض ان هو يبقى عامل كده اهو. انا عايزه اقول لكم الماسك ده بيسموه الماسك السحري حقيقي لجميع انواع البشره. ما عندناش لبن ممكن نحط معلقه زبادي او ميه ورد، عفوا انا محتاج اهو، هو المفروض يبقى كده على الوش. ممكن نقعده على بشرتنا لمده مثلا 20 دقيقه 25 دقيقه وبعدين نشطف الوش بميه فتره. ولما نيجي نشطف الوش انا بصوا بقى انا بعمل ايه، حضرتك بتوطي كده بعد اذنك وبتجيبي الميه، عارفين المودلز بتوع بره وهم بيغسلوا وشهم بيقوموا عاملين كده ازاي، تقومي عامله وشك كده يعني الميه، تقومي عامله كده الميه في الوش بالطريقه دي بتعمل انتعاش للوش فظيع. وبعدين ممكن بالميه الفتره بنبتدي نمسح لو في اي ترمس على وشنا. المية السخنة غلط جدا على البشرة، هي صحيح بتنظف البشرة جدا لكن ممكن تعمل التهابات للبشرة حساسة مش حلوة خالص للبشرة الدهنية. المية الساقعة ما بتنظفش البشرة كويس، فأهم حاجة ان احنا نشطف وشنا بمية فترة. احنا كده